فالشباب مش عارفين يلعبوا فين. فانا بناشد السيد الوزير المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه المحترم من هذا البرنامج انه ينزل بعين العطف للكره ومنها قريه ميتو الخولي مؤمن بالاخص. لا يوجد فيها مركز شباب ولا يوجد فيها ملعب كره قدم. واعتقد ملعب كره قدم مهم جدا 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 للشباب هناك. هي الرياضه الاكثر شعبيه ومهم جدا يعني فبتبقى محتاجين على الاقل في كل مدينه مركز شباب طبعًا. يبقى في او على الاقل ملعب طبعا طبعا. وتهيألي دخول الرياضه للكره وللاقاليم ده حاجه مهمه جدا جدا يعني، وخاصه جداً. ان معظم الرياضيين المصريين لو اتكلمنا هنلاقي نسبه كبيره منهم جدا بتيجي من الاقاليم. هنتكلم على محمد صلاح جاي منين؟ مجتهد شاب مجتهد ربنا سبحانه وتعالى وفقه. شوف وصل فين. احنا عندنا في قريه زي ميت الخولي مؤمن او الدركزة عندنا مواهب مدفونه كبيره جدا. عندنا مواهب يعني فعلا انا يعني بقدر الامكان يعني الواحد يقدر يساعد في بلده، في كل واحد يساعد في بلده، ولكن عندنا مواهب مدفونه. فعشان كده بقول للسيد الوزير المهندس خالد عبد العزيز الرجاء النظر الى قريه ميت الخولي مؤمن لانها بلا ملعب وبلا نادي، والشباب هناك تعبانين جدا جدا جدا. فالرجاء النظر يعني بعين العطف لهذه القريه.